اختطف منسق شؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكدولريك وصف الوضع في قطاع غزة بالكارثي بكل معنى الكلمة. وفي بيانه أشار إلى أن عدد الشهداء خلال الأشهر الستة الماضية بلغ أكثر من 32 ألف شهيد، بينما أصيب 75 ألف فلسطيني. كما ذكر أن ما يقرب من 2 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، وأن عددا كبيرا منهم عانى من النزوح مرات عديدة. وفي بيانه قال ماكدولريك إن نصف سكان غزة باتوا معرضين لخطر المجاعة الوشيكة، إذ وصل سوء التغذية بالأطفال خصوصا إلى مستويات غير مسبوقة. كما نوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بالحجم الهائل للمعاناة في غزة، بينما أكد قدرته على تيسير زيادة المساعدات الإنسانية، متعهدا بتنفيذ عدد من المطالب الأممية من بينها إنشاء وحدة تنسق بين العاملين في المجال الإنساني والاحتلال، وفتح معبر رفح بيت حانون أو فتح معبر بيت حانون عفوا، وغيره من المعابر.